ننتقل الآن إلى استوديو تلفزيون دبي في مقر إكسبو 2020 دبي مع الزميلة هالة بوعلوان، ولقاء جديد يندرج ضمن فقرة رواد إكسبو للأعمال. صباح الخير هالة. صباح النور مهران، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حوار جديد مع شخصية ريادية جديدة، خبير في مجالات عدة منها الرياضة والألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا والاتصالات وقانون الملكية الفكرية وغيرها. هو متحدث عالمي وبروفيسور في جامعة مالطا، يدرس قانون الألعاب وغيرها من القوانين. وجدير بالذكر أن شركته تستضيف الأسبوع القادم مؤتمر اكتشف مالطا شريك أعمالك في أوروبا، وذلك في جناح مالطا هنا في إكسبو 2020 دبي. للتعرف أكثر على هذه المجالات الريادية المتعددة كالألعاب والرياضة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، يسعدني أن أحاول اليوم الدكتور المحامي جوزيف بوج، الشريك في شركة WH Partner. Good morning, Joseph. صباح الخير جوزيف. صباح الخير هلا، يسرنا استضافتك وأهلا بك في دبي. أعرف أنك وصلت قبل 4 ساعات وأنت هنا، شكرا على تواجدك معنا. شكرا، إنه فخر لي. ما الذي أتى بك إلى دبي؟ أتيت لأشارك في 3 مؤتمرات، والأهم هو المؤتمر الذي ننظمه نحن كشركة WH Partners في جناح مالطا يوم الثلاثاء القادم. وبالطبع خلال هذه الفترة بين يوم الاثنين والجمعة لدينا مؤتمرين آخرين، أحد هذه المؤتمرات هو المؤتمر القمة المرتبطة بتقنية المعلومات وأيضا تقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مؤتمر آخر حول العملات المشفرة سننظمه لاحقا. أنا هنا لهذه المؤتمرات الثلاث والشيء الرابع هذه المقابلة. يسرنا استضافتك. هل تمكنت من زيارة جناح مالطا؟ قمت بزيارة جناح مالطا في شهر أكتوبر عندما أتيت إلى هنا لأشارك في مؤتمر، وأيضا قمت بزيارة الجناح وكان لدينا منتدى حتى قد عقد في جناح مالطا. نعم، ولكن أؤكد لك أنه لا يمكنك أن تزوري كل إكسبو لأنه فعلا كبير جدا، من المستحيل أن تتمكن من أن تزوري كل الأجنحة وتقولين أنني زرت إكسبو. أنتم ستعقدون مؤتمركم في 22، نعم، يوم الثلاثاء 22 من هذا الشهر. سوف نقدم للمشاركين ما يمكنهم أن يقوموا به في مالطا. مالطا هذه الدولة التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي، وما هي أنواع القطاعات التي يمكنهم أن يعملوا فيها وينشئوا الشركات. أعتقد بأن مالطا ودبي هما بإمكانهما فعلا أن يكونا مركز للعديد من الدول الأخرى. جوزيف، كما كنا نقول في المقدمة، أنت خبير في مجالات متعددة كالعملات المشفرة، الأصول الرقمية، حقوق الملكية الفكرية، الألعاب الإلكترونية وغيرها. هذه عينة صغيرة عن ما تقوم به وعن خبراتك، وأنت أستاذ جامعي وتكتب المقالات ومتحدث في الأحداث الدولية في كل المجالات التي تغطيها. كانطلاقا لهذا الحديث، ما هو القطاع الأكثر نموا وسرعة في النمو في مالطا وفي دولة الإمارات؟ بداية، أنا لست خبيرا في كل هذه المجالات. لا يمكنك أن تصبحي خبيرة، بل أنت تتعلمين وتتعلمين مع التجارب. أنا عملت في مجال الألعاب الإلكترونية منذ حوالي 15-16 سنة، وأيضا أنا كنت عاملا في الهيئة التنظيمية للألعاب الإلكترونية في مالطا، وبالطبع هذا هو مجال عملي الأساسي. ولكنني أنا أحب كل ما يرتبط بالتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، وهذا هو المجال الذي أركز عليه. كلما يكون لدينا ابتكار جديد أحاول أن أعمل فيه، أتعلم عنه وأيضا أكتشفه، أقوم بالكثير من البحوث، وبالتالي هذا هو مجال عملي. أنا حاليا أعتقد بأنه من الواضح أن العملات المشفرة الكريبتوز هي مجال شيق جدا. دبي أيضا تحرز الكثير من التقدم لجذب الشركات للعمل في هذا المجال. مالطا قامت بذلك قبل بضع سنوات، انطلقنا في عام 2016 ونظرنا في هذه الصناعة، صناعة العملات المشفرة. لدينا قصص نجاح وقصص
إخفاق إن صح التعبير، ولكن بشكل عام هذه الصناعة مثيرة للاهتمام، وهذه الصناعة ستنمو بشكل كبير في المستقبل وتستلزم منا التركيز عليها، لأننا نعلم بأن هذه الصناعة لديها قدرات كبيرة للنمو. بالحديث عن العملات المشفرة والأصول الافتراضية، الكثير يحصل من حولنا من حيث التنظيمات والحوكمة والامتثال إلى اللوائح التنظيمية وغيرها. الطريق ما زال طويلا. أين نحن إذا ما أردنا أن نقول أين نحن من حيث كل هذا؟ هذه الصناعة ما زالت في بدايتها، في المراحل الأولى، وبالتالي كونها ما زالت في مراحلها الأولى لديها فوائد ولديها سلبيات. المنافع أو الفوائد أنه لدينا مجال للابتكار والنمو والتقدم. إذا ما دخلتم إلى هذه الصناعة بإمكانكم أن تنجحوا، وكلما توجهنا إلى الصناعات الناضجة الوضع يكون أصعب، عليكم اعتماد استراتيجية مختلفة للنجاح. ولكن مع العملات المشفرة هذه الصناعة ما زالت جديدة، فمن الأسهل أن تحققوا النجاح. ولكن في نفس الوقت أنا أؤمن بأنه حاليا التركيز هو على الامتثال إلى اللوائح التنظيمية، وإلا إذا ما لم تكونوا مستعدين للاستثمار العديد من الموارد في مجال الامتثال فحينها لن تتمكنوا من تحقيق النجاح، لأن الفارق بين أولئك الذين سيستمرون والأولئك الذين سيفشلون هو يلتزم بمدى امتثالهم للقوانين واللوائح التنظيمية ومدى إدراك لعدم فعلا انتهاك أي تشريعات ربما الآن لا تنطبق على هذه الصناعة ولكن عما قريب ستطبق على هذه الصناعة. جوزيف، المجال الثاني الذي ذكرته هو الذي ينمو بشكل سريع، الرياضة الإلكترونية. برأيك كيف أن إكسبو قد دفع قدما بنمو صناعة الرياضة الإلكترونية؟ أنا أعتقد بأن الرياضة الإلكترونية وجمال الرياضة الإلكترونية يكمن في أن دول مثل دولنا، هذه الدول الصغيرة بالطبع دولة الإمارات دولة صغيرة نسبيا، ولكن مالطا أصغر من حيث المساحة، ولكن هذه الدول لديها فرص متساوية للدول الكبيرة من خلال الرياضة الإلكترونية، وبالتالي لا يهم ما مدى مساحة الدولة وأين موقعها الدولة، فبإمكان هذه الدولة أن تشارك وتتنافس وأن تفوز في هذه الرياضة الإلكترونية، ويمكن جذب اللاعبين الذين هم غير مربوطين بدولة محددة وبقعة جغرافية معينة، بل نحن لدينا هذه المساحة الرقمية. إذا ما قدمتم لهم البيئة المناسبة فهم بإمكانهم أن يعملوا من تلك البيئة، وأنا أؤمن بأن دبي هي المكان المناسب ومالطا أيضا مكان مناسب لفعل كل هذا، إذ كل الدولتين وبالطبع هذه البنية التحتية القوية للإنترنت وأيضا مكان جميل للعيش فيه. إذا لابد من تقديم حزمة مثيرة للاهتمام لهم كي ينتقلوا للعيش هنا، وبالطبع هذه هي الرياضة الوحيدة حيث بإمكاني دولنا الصغيرة أن تتنافس مع الدول الكبيرة. إضافة إلى هذا، هذه الصناعة صناعة الرياضة الإلكترونية فيها الكثير من الاستثمارات الكبيرة، رعاة كبار يدخلون لتمويل هذه الرياضة، وتدريجيا ستصبح هذه الرياضة الإلكترونية من أهم أنواع الرياضة الموجودة في العالم. نعم، ما من شك في ذلك. جوزيف، سؤالي الأخير لك اليوم، على الرغم من أن هذا الموضوع يستغرق الكثير من الوقت للحديث عنه، ولكن علينا الالتزام بالوقت المحدد لنا. بالنسبة إلى التقنيات المالية الحديثة فنتك، إذا ما أردنا أن ندخل هذه الصناعة، ما هي هذه النصائح الثلاث التي تعطيها لرواد الأعمال؟ أولا الامتثال إلى القوانين والإجراءات واللوائح التنظيمية أساسي. ثانيا اختيار الدولة المناسبة لإنشاء هذه الشركة، ويكون لديكم أكثر من مكان، أكثر من دولة بناء على المنطقة التي تستهدفونها لأعمالكم. مثلا دبي هي مكان جيد لكي تكونوا فيه في هذه المنطقة، مالطا لأوروبا، وبالتالي
أيضا الابتكار المستمر. عليكم أن تحافظوا على الموارد البشرية لكي تقدموا طرق جديدة لتقديم خدمات أفضل لعملائكم. إذا ما أردت أن ألخص الامتثال، فهم أي دولة سوف تعملون فيها وأي منطقة، والابتكار المستمر، أليس كذلك؟ هل فاتني أي شيء؟ كلا. جوزيف بورج، شكرا على تواجدك معنا، ونتمنى لكم حسن التوفيق في مؤتمركم في 22 في جناح مالطا. شكرا. شكرا لك. وهلأ منعود لكم زملائنا بمركز الأخبار لاستكمال فقرات إكسبو هذا الصباح.